المغرب كانت في اسبانيا من قبل ياك، دابا طلعنا لاسبانيا هزينا البرتغال وغنطلعوا لفرنسا والانجليز وعاد غنمشيو لامريكا الا كانت ارجنتينا، فهمتي ولا لا؟ فاش لي ليميت اخويا فينا خاي صافي المغرب شامبيون دي موند ان شاء الله ان شاء الله صافي درنا على كوب ديالنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ان شاء الله وفزنا بهذه المقابله واول فريق افريقي وعربي كيمر النصف النهائي لقطر واللي هي دوله عربيه وحنا كذلك اول عربيين مرينا في هذه النسخه العربيه وديما المغرب المغرب ان شاء الله بتفوز بكاس العالم 2022 ديما المغرب نتمنى لهم التوفيق والنجاح بحول الله. هذا فخر لكل العرب وكل العرب الاسلاميه والدول العربيه وافريقيا جميعا ان شاء الله بنفوز فيها والمغرب ان شاء الله ما غادي يخرجوا من قطر تيديو كاس المغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم تديو البوي المغرب ان شاء الله مربوحه حنا معاهم وحنا ديما كنشجعوهم وكنبغيو المنتخب وديما المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.